وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يسأل عن حديث أي صدقة أفضل؟ قال سقي الماء. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي في وابن ماجه والإمام أحمد، يعني رواه الخمسة إلا الترمذي رحمة الله على الجميع، عن سعيد بن المسيب وعن الحسن البصري عن سعد بن عبادة. وطبعا سعيد المسيب من التابعين، الحسن البصري كذلك عن سعد بن عبادة. هذا يعتبر فيه انقطاع، لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من سعد بن عبادة رضي الله عن الصحابة أجمعين، والمنذر قال هذا منقطع الإسناد عند الكل. وقال الحافظ ابن حجر هو مرسل، لأن سعيدا ولد سنة مات سعد بن عبادة رضي الله عن الصحابة أجمعين. والطريق الآخر اللي هي عند أبي داود النسائي اللي هي الحسن عن سعد الحسن البصري، وأيضا منقطع، وأيضا منقطع. وله طريق أخرى عند الطبراني من حديث حميد بن أبي الصعبة، ابن أبي الصعبة معذرة، عن سعد بن عبادة، هو أيضا منقطع. لكن الشيخ الألباني رحمه الله رأى أنه إن كان كل حديث من هذا لحديث ضعيف عند الانفراد، إلا أنها عند ضمها إلى بعض يكتسب المتن شيئا من القوة ويتحسن لغيره، وهذا هو الذي فعله رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. حتى يقول الشيخ العباد في شرحه على سنن أبي داود، قال لا أدري كيف أنه يتحسن وفيه انقطاع، فبعد ذلك رجع بعض الطلاب إلى السلسلة الصحيحة وذكروا فيها كلام الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة. وعلى كل حال أيها الكرام الفضلاء، فإن هذا الحديث المقصود به كما قال أهل العلم إنما كان ذلك في أماكن وأوقات الجفاف وشدة الحاجة إلى الماء، فيكون أفضل الصدقة هي سقي الماء، ويكون في بلد أخرى أفضل الصدقة إطعام الطعام، وفي بلد ثالث أفضل الصدقة كسوة العريان، وهكذا. ولذلك ابن القيم يقول رحمه الله في كتاب الروح: وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة سقي الماء، وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش، وإلا فسقي الماء على الأنهار لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة. انتهى من كتاب الروح. فإذا ما في تعارض هنا أيها الكرام الفضلاء، وإنما يكون ذلك على حاجة الناس، إنما يكون ذلك على حاجة الناس. وأصل هذا الحديث في الصحيحين، لما سعد بن عبادة قال إن أم افتلتت يعني ولو تركت الأوسط، فقالت صدق عن أمي، قال المخراف عندك، البستان اسمه المخراف، حائط المخراف صدقة، فتبرع به. وعلى كل حال فإنه جمعا بين كل الأحاديث يكون حسب حاجة الناس، وسقي الماء يكون بحفر الآبار وإجراء العيون، ويكون أيضا بالإتيان بكراتين الماء وتوزيعها وقوارير الماء وتوزيعها، ويظل الأجر باقيا ما دامت العين مستمرة والصدقة جارية بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن نريد أن ننوه أن بعض الناس يسيء في هذا الأمر أيها الكرام الفضلاء، فتجده يأتي بالماء ويشرب ويرمي القوارير ممتلئة، فعلى الناس أن يتقوا الله في ذلك. أو تجد بعض الناس يأتي والمكان يكون فيه برادات ويضع برادة أخرى إلى غير ذلك. لا، نقول تفقد في الأماكن التي يندر فيها وجود الماء ويندر فيها وجود البرادات إلى غير ذلك. ولا شك أيها الكرام الفضلاء، احنا نذكر مجموعة من الأقوال الجميلة هنا في هذه المسألة. ابن عباس سئل أي صدق أفضل؟ قال الماء. ألم تروا أن لأهل النار حين استغاث بأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ وقال القرطبي: وفي هذا لا دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال، ومن فثم قال: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. وأيضا أن كما جاء في الصحيح البغية التي سقت كلبا، فإن الله عز وجل غفر لها، فكيف بمن يسقي إنسانا مسلما؟ الحديث في الصحيحين: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال: في كل ذات كبد ربة أجر، فيشمل ذلك الحيوان والطير إلى غير ذلك. وأيضا أيها الكرام الفضلاء، الإنسان كما قلنا يتبرع ويحفر الماء ويتبرع بالسقيا
إلى غير ذلك. الإمام الحاكم كما جاء في صحيح الترغيب والترهيب أصابته قرحة في وجهه قريبة من سنة، تصدق وضع سقاية على باب داره فبرئ بفضل الله عز وجل، يعني قال فشرب منها الناس مر عليه أسبوع إلا وظهر الشفاء وعاد وجهه أحسن ما كان أحسن ما كان. وجاء في سير علام النبلاء أن رجل سأل عبد الله بن مبارك عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالج بأنواع العلاج، فقال اذهب واحفر 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 بئرا في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء فإني أرجو أن تنبع هناك عين، ففعل الرجل فشفاه الله تبارك وتعالى. وهكذا الإنسان يعني يستعين بذلك في مثل هذه الأمور، إن شاء الله تقبل من الجميع. اللهم ارحم بأخي عم وجميع المسلمين واحفظ هذا كل ترزقني بر يا رب العالمين. تم تحرير صوتيا في عصر يوم الاثنين لست خلون من ذي القعدة الحرام لعام 43 و400 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.